في صور تم التقاطها بواسطة قمر اصطناعي كشفت عن تمركز القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وتنفيذ كمان خطة تقسيم القطاع لشطرين، الأول شمالي والثاني جنوبي. إيه الهدف الاستراتيجي من تقسيم قطاع غزة، خصوصا بعد الاستعانة بمدرعات جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية؟ خلونا نعرف تفاصيل من اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. ست لو، صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضراتكم والساده المشاهدين. يا اهلا بيك. هل تنجح قوات الاحتلال في تقسيم قطاع غزه الى شطرين شمالي وجنوبي؟ بص، عشان نفهم الشكل هذا النوع من الحروب، الحرب دي هي من نوع الحروب غير المتماثله. الحروب غير المتماثله من النظاميه والقطاعات المسلحه. لا يمكن ابدا مقارنه الحروب غير المتماثله بالتسليح، واحد جدا قد يصير اعلى بكثير، لكن تقاس بمدى امكانيه وصول كل طرف لمراكز ثقه للطرف الاخر. وبالتالي هل حماس انها تصل الى مراكز ثقه الاسرائيل وهي احداث في الجنوب وايضا في سياده اللواء؟ لا، نستاذن حضرتك بس تغير المكان عشان الصوت مش واضح. حضرتك كده سامعني؟ اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك هذا الشكل من الحروب اسمه الحروب غير المتماثله، يقاس مش بالمقارنه بين التسليح، لكن يقاس بامكانيه الوصول لكل طرف في مراكز الثقه للطرف الاخر. مراكز الثقه عند اسرائيل طبعا احداث خسائر بشريه وايضا في التسليح. بالنسبه لاسرائيل هي حتى الان حتى ما وجود اقتحامات او اقتحامات محدوده هي مش قادره توصل للمقاتلين ولا قادره توصل لامكانياتهم ولا قادره توصل للرهائن. ان هو ده الهدف اللي محدده، الوصول الى حماس كامكانيات بشريه وتسليح والوصول الى الرهائن. حتى ان فشل ما قدروش يعملوه. هل دخول قطاع غزه ومدينه غزه حتى على وجه التحديد، العبره مش بالدخول، العبره بالقدره على الاستمرار، يقدر يستمر قد ايه ويحصل فيه خسائر قد ايه؟ دي نقطه مهمه جدا، هيحصل فيه خسائر ضخمه ولن يستطيع الاستمرار فترات طويله. والنقطة المهمة مش هيقدر يحقق الهدف اللي هو عايزه، ان هو يعني هو فاكر ان هو هيخش يلاقي حماس ويلاقي الرهائن قدامه. وده اللي اكده امبارح وزير الخارجية الامريكي بان اسرائيل لا تستطيع البقاء في القطاع. سيادة اللواء؟ تماما. وفي الارض حتى فوق الارض بكمائن، وبالتالي عمليه. عشان كده بقول احيانا ان بعض المقارنات بتتم تسليح قصاد تسليح. لا، المفروض مش الحرب غير متماثله، مش تسليح قصاد تسليح مقابل الثاني، مدى الوصول الى مراكز الثقه للطرف. من ضمن مراكز الثقه عند الفلسطينيين قبول الطرف الكبير من الشهداء. عذرا سياده اللواء، نرجو اعاده الجمله لان كان في تقطيع في الخط، من فضلك لو حضرتك توضح لنا الفكره تاني. هو حضرتك هو من ضمن مراكز الثقل عند الفلسطينيين ان هو الفلسطينيين يقبلوا التضحيات الضخمه. وبالتالي هو الاسرائيليين فاهمين لما يبقى في خسائر ضخمه بشريه وشهداء هيستسلموا. دي نقطة قوة عندهم، ان هو رغم هذه الخسائر الضخمة هو لم يستسلم ومكمل قصاده بصورة مختلفة. ده بيبرر الاعتداءات الوحشية اللي بيقوم بيها جيش الاحتلال. جيش الاحتلال هدفه ايه؟ هدفه انه يكسب ارض قد ما يقدر وينفذ مخطط موجود منذ سنوات، ولا هدفه انه يحافظ على ماء وجهه اللي طبعا منظره دوليا والاشاعة اللي بيقولها دايما ان جيشه لا يقهر ظهرت جلية انها مجرد فرقعات اعلامية لا اكثر ولا اقل؟ هو حصل عندهم مشكلتين كبار في بداية الحرب، فشل الاستخبارات الإسرائيلية وأيضا غير المتهزم المخابرات والجيش. دول الإسرائيليين لما يبقى إسرائيل يفقد ثقة في الاثنين دول ممكن يحاكم حكومة، لجنة بتشوف إيه اللي حصل، وبالتالي لا قادر يخش يعني يدمر حماس ولا إمكانياتها ولا الرهائن. دي الثلاث أهداف بتاعتهم، الوصول الى مقاتلين حماس والقبض عليهم او قتلهم، تدمير امكانياتهم والتسليح والرهائن. الثلاثه دول فشل فيهم. هو بيخش الحقيقه بدبابات ومدرعات دخول محدود
وبيحصل فيه خسائر. انا شايف ان هم اداره العمليات الحقيقه سيئه، يعني احنا حنيانا بنبص دي ما تطلعش، ولدرجه ان هم امريكا بعتوا لهم قاده كبار كانوا عندهم خبرات في العراق لسوء الاداره اللي احنا شايفينه، والتخبط كمان في السياسه اللي بيقوم بيها، واحنا شايفين كمان قد ايه في تخبط داخل الحكومه نفسها في الاراء في التعامل على الوضع في الارض. كل الشكر ليك اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه.